بسم الله الرحمن الرحيم. ملايين من العشاق المحبين للإمام الحسين عليه السلام بشتى قومياتهم وأعراقهم وحضاراتهم وطوائفهم، بل ومن أديان أخرى، تنوعوا للمسير صوب كربلاء المقدسة، آتون من كل فج عميق، من مئات المدن وآلاف القرى، عابرون فوق حدود الفوارق اللغوية والعرقية والطائفية، عابرون فوق حدود الطبقية والفوارق العنصرية، عابرون فوق حدود خرائط الدول والأمم والشعوب والأقاليم. أولئك زوار الأربعين، ملايين من المسلمين من شعوب الأرض، رجالا ونساء، أطفالا وشبابا وشيوخ، أغنياء وفقراء، ألسن شتى ووجوه مختلفة، أمواج مليونية من الموالين يجمعهم حب الإمام الحسين عليه السلام، وتوحدهم مسيرة الأربعين إلى كعبة الأحرار وقبلة الثائرين إلى كربلاء المقدسة. إنه أضخم حدث ديني تعيشه شعوب الأمة الإسلامية كل عام من حيث العدد والتنوع والطقوس. إنهم الملايين الذين يرسمون السهول والقفار، الصحاري والجبال، بحب الحسين عليه السلام، ينثرون دماءه مفاهيم لثورة الشعوب نحو الحرية، ويمنحون محبته رسالة للإسلام دين الإنسانية. إنهم الملايين الذين يمدون فوق الأرض أشعة السلام، ويزيلون بإسلامهم عقائد الظلم والظلام. إنهم الملايين الذين سحقوا أشواك كل العقبات والتهديدات والعوائق، لم تمنعهم اغتيالات الغدر في البحرين، ولا قضبان السجون في القطيف، ولا احتداءات الظلاميون في القاهرة، ولا مفخخات الإرهاب في بغداد، ولا وباء اليوم. إنهم زوار الإمام الحسين، زوار الأربعين، الذين تحدوا كل عام الظروف الجوية والمناخ والتضاريس، تضاريس الأرض والسياسة والمال، ليزرعوا خطى أقدامهم في دروب الولاء نحو قبلتهم كربلاء. فسلاما على تلك القلوب والأنفس والأبدان، سلاما على الأقدام الزاحفة صوب كربلاء المقدسة. أيها الكرام، سادة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة أخيرة من برنامجكم الطريق إلى الحسين، أهلا برفقتكم. مجددا سادتي الكرام والأحبة، أعظم الله أجورنا وأجوركم بأيام سيد التضحيات الإمام الحسين سلام الله عليه. باسمكم أرحب بمحافظ ميسان القادم من جنوب الشعائر الحسينية المقدسة، الأستاذ علي دواي. لازم حياك الله أستاذ علي، أهلا ومرحبا بحضرتك، أعظم الله أجوركم، حللت أهلا وسهلا ومرحبا في مدينة سيد الشهداء كربلاء المقدسة، أعظم الله أجوركم، تقبل أعمالكم إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. حياك الله. كيف وجدت كربلاء في 40 الإمام الحسين سلام الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ مصطفى، شكرا لك ولكل الأخوة في قاعدة قناة الإمام الحسين عليه السلام. حياك الله. وكيف تجد كربلاء وهي محط رحال أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه؟ تجدها في كل وقت وفي كل زمان ومكان، هي متجددة بالقيم والمبادئ والأصول الخيرة، سواء كان أنه الجوانب الدينية أو الجوانب العقائدية أو الجوانب الإنسانية. وجدنا كربلاء
كما هي. الله يتقبل زيارتكم روح السماء ان شاء الله. حياكم الله استاذ علي. اثناء زيارتكم كان عندكم حمله توزيع الكثير من الاشياء اللي كانت بصحبتكم كوفد لكربلاء، وايضا انتم بمساعده وتواصل مع المواكب الحسينيه من ميسان الى كربلاء المقدسه. حدثنا عن دعمكم للمواكب ولجنه الشعائر الدينيه اللي ترتبط بحضرتك واعمالها. طبعا قبل كل شيء السلام على الحسين وعلى ابي الفضل العباس ابن امير المؤمنين عليه السلام، السلام على اولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين رحمه الله وبركاته. وهذه الواجبات الملقاة على عاتق الجميع في مثل هذه المواسم وفي مثل هذه المناسبات هي واجبات دينيه، واجبات انسانيه من كل الجوانب، انه يجب تقديم هذه الخدمه للمجتمع السائل نحو ابي عبد الله الحسين عليه السلام في كل المناسبات. وانطلاقا من النصوص القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكذلك الآية الأخرى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وانطلاقا من هذه المبادئ، انطلاقا من هذه الأسس، وجب على الجميع أنه تقديم هذه الخدمات، وباعتبار أنه الزائرين هم أبناء الإنسانية بشكل عام، أبناء العراق وأبناء محافظاتنا، وعليه أنه من واجب الدولة أنه تهيئة كافة الخطط لغرض تقديم مثل هذه الخدمة، وهذه الخدمة اللي متنوعة. محافظة ميسان ترتبط بهذا الموضوع وبهذه المناسبات بشكل أساسي وبشكل ثانوي وبشكل فرعي. هي ممر، تعتبر ممر ومنطلق محافظة ميسان، ممر لي الزائرين القادمين من جنوب محافظة ميسان، سواء كان من البصرة، من أقضية البصرة، من القرنة، من النواحي الجنوبية، وكذلك أنه السنوات الماضية الزائرين القادمين من خارج البلد، من جمهورية إيران الإسلامية عبر منفذ الشيب الحدودي. وأعتقد أنه كان السنوات السابقة كان ثقل كبير جدا وتحديات كبيرة في سبيل تقديم الخدمة وتنفيذ الخطط اللي موضوعة من قبل محافظة ميسان. عادة محافظة ميسان كل سنة تعيد تشكيل، باعتبار أنه هناك لجنة مشكلة في ديوان المحافظة، هذه اللجنة هي لجنة الشعائر الدينية، ويعاد صياغتها وتشكيلها في كل سنة، تقوم بتقديم الخدمات ومتابعة والتنسيق لكل هذه الفعاليات، سواء كان أنه الفعاليات اللي كانت تكون ضمن الشعائر في شهر محرم الحرام أو في شهر صفر الخير، وكذلك أنه بشكل عام للشعائر المقدمة والمناسبات الحسينية، المناسبات الدينية قدمها هذه بالتنسيق مع الدوائر والجهات المعنية، باعتبار أنه تعد مثل ما أشرت أنه تعد خطط متنوعة. هناك خطة أمنية، وهناك خطة خدمية، وهناك خطة توعوية، والخطة الخدمية تشمل أنه الخدمات البلدية، الخدمات الغذائية، الخدمات الصحية، كل الخدمات، هاي الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الدوائر المعنية، يعني الخدمات البلدية بالتنسيق مع دوائر البلدية والبلديات والماء، مديرية الماء، الخدمات الغذائية مع الدوائر الأخرى وحتى مع الصحة، وديوان المحافظة هو يتبنى تقديم هذه المواد، والخطة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مع قيادة شرطة محافظة ميسان ومع الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك أنه بالتنسيق مع قيادات الشرطة في المحافظات المجاورة لمحافظة ميسان، باعتبار هو هذا مسير. ومثل ما أشرت أنه خلال السنوات الماضية كان تبدأ التنفيذ هذه الخطة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من منفذ الشيب الحدودي باستقبال الزائرين من خارج البلد، من جمهورية إيران الإسلامية، والبداية معهم أنه يكون هناك نقل للزائرين لمدينة العمارة، وبعدين أنه النقل من مدينة العمارة إلى النجف أو الأشرف أو إلى كربلاء المقدسة، ومعاهم يعني مع هذه المسيرة من الحدود، حدود الإدارية من الشلامشة وصولا إلى كربلاء، لا من منفذ الشيب، الشلامشة على البصرة طبعا،
من منفذ الشيب. داخل حدود العمارة. أي باعتبار أنه ضمن محافظة ميسان، لكن أنه ننطلق مع الزائرين إلى المحافظات الأخرى. شنو طبيعة الخدمات اللي تقدمها؟ الخدمات مثلا أنه في منفذ الشيب بداية أنه هناك خدمات، تقديم الخدمات العامة هي الماء الصالح للشرب، المواد الغذائية، وكذلك أنه الخدمة الصحية والخدمة وتطبيق الخطة الأمنية طبعا. هذا بالتنسيق مع إدارة المنفذ، بالتنسيق مع الأجهزة العاملة بالمنفذ كالقماري كالجوازات وغيرها، وكان وطبعا هذا بإشرافنا شخصيا، يعني كل هذه الأمور تكون بإشراف المحافظ بشكل مباشر. وأيضا هي اللجنة ارتباطها بالمحافظة. نعم، أنه اللجنة هي تشكل في ديوان المحافظة وتحديدا مرتبطة بمكتب المحافظة وتكون بإشراف المحافظة. إذا أردنا أن نتحدث عن اللجنة سيادة المحافظ، عن تخصيصاتها وأيضا صلاحياتها لجنة الشعائر. الصلاحيات أنه أكو هناك صلاحيات إدارية وصلاحيات مالية تمنح، أنه تعرف أنه بحسب الضوابط والتعليمات أنه تمنح، ممكن أنه تمنح إلى المعاونين، تمنح إلى الأقسام المعنية وبشكل مباشر مع اللجنة. نعم. اللجنة تعرف أنه هي اللجنة تشكيل تنفيذي، يعني صح. أنه تنفذ هذه الأمور. نعم. وتخصص لهم سلفة بحسب التبويب اللي موجود بالميزانية التشغيلية لمحافظة ميسان، تخصص سلفة للجنة تقوم بأعمالها وتبدي من منفذ الشيب سابقا ما عدا طبعا السنة. وأشرت إلى حضرتك إلى جانب مهم هو أنه انسيابية دخول الزوار. في وقت من الأوقات كان هناك زخم كبير جدا، يعني وصلنا إحنا في محافظة ميسان في سنة من السنوات الدخول وصل إلى تقريبا 400,000 زائر، ووصلنا في سنوات إلى 300,000 إلى 250 إلى 350,000، وهذا يعني هذا ضغط كبير جدا. يعني كان التنسيق مع الجانب الإيراني بطريقة التفويج، لأنه إذا يكون أنه بشكل مباشر بدفعة واحدة يكون موضوع صعب جدا يعني. وإحنا هدفنا بأنه نهيئ الأجواء المناسبة الاعتيادية والطبيعية للزائر، سواء كان أنه زائر عراقي أو زائر أجنبي، وكان التنسيق أنه يكون بآلية التفويج. ففعلا أنه صار هذا الاتفاق فوج بعد فوج، وهذا الفوج أنه يصل إلى منفذ الشيب و بإشرافنا يكون هناك تسهيل. زيدنا عدد بالتنسيق مع الجهات المعنية حتى مع بغداد، زيدنا عدد الموظفين العاملين بموضوع الجوازات بهذه كل هذه الأمور. هذا العدد يكون طيلة وقت الزيارة. نعم، في وقت الزيارة حتى تكون هناك انسيابية. و يعني كان هناك دعم لإدارة المنفذ. جميل. وكذلك أنه الجانب الصحي، الفحص وغيرها، هناك مركز صحي في منفذ الشيب وافع للأمور الأخرى. بعد أنه إكمال مثل هذه العملية يكون هناك نقل، وبالتنسيق مع كافة دوائر الدولة في محافظة ميسان بتهيئة عجلات لنقل الزائرين من منفذ الشيب الحدودي. جميل. إلى مدينة العمارة، وتسجل هذه بأرقامها وبسائقها وبأرقام هواتف السائقين حتى يكون هناك تنسيق أو طلب من عنده للحضور بحسب الحاجة، باعتبار أنه هناك تفويج آخر من مدينة العمارة إلى منهم من يكون يريد الوجهة مالته إلى مدينة إلى محافظة النجف الأشراف، أو منهم يريد أنه يلتحق مع المشاية من محافظة ميسان إلى كربلاء المقدسة، ومنهم من أنه نفوج إلى بشكل مباشر إلى كربلاء المقدسة. ويبدأ التنسيق الأكبر مع الجهات المعنية، بحيث أنه إحنا عندنا على طريق البتيرة ما بين محافظة ميسان مدينة العمارة إلى المحافظات المجاورة هناك حسينيات وهناك مواكب على الطريق يجب تجهيزها بالمواد، سواء كان المواد الغذائية أو المواد الأخرى أو الدعم الآخر، حتى تتهيئ وتكون جاهزة إلى استقبال الزوار، اللي هي الماء الصالح للشرب، اللي هي الغاز، الوقود. جميل. والمواد الغذائية، وحتى يعني بعض الأحيان أنه موضوع المولدات، إذا كان هناك مولدات، إذا كان هناك نعم. بخصوص سيادة المحافظ، بخصوص المنفذ الحدودي، التوجه الحكومة العراقية بعدد معين دخول الزائرين كان هو التحديد فقط عن طريق المطارات، ولكن يعني هذا العام ما شهد دخول. اي احنا هذا كلامنا انه نتحدث عن السنوات السابقه. بلي بلي. واضح. اما حاليا واضح عن السنة ماكو دخول. نعم. هذا حاليا بانه ماكو، باعتبار انه القرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حددت أنه دخول أعتقد من كل بلد 1500 زائر، ويكون أنه الدخول عبر المنافذ الجوية اللي هي مطار النجف الأشرف ومطار بغداد الدولي، هذه فقط هاي المنفذين. أما عن طريق المنافذ البلية اللي هي مثلا منافذ بالنسبة لمحط مثال منفذ الشيب، فلا يوجد دخول أي زائر. وحتى المواكب هناك أعتقد أنه فقرة بدخول مواكب 250 موكب من الجانب الإيراني،
وبعدد لكل موكب 10 أشخاص، وهذا حددوا المنفذ دخولهم من منفذ زرباطية تحديدا. أما أنه بالنسبة لمحافظة ميسان عن طريق منفذ الشبل الحدودي في هذه السنة لا يوجد دخول أي زائر. نعم، نعود لما كنا نقف عنده وما كنتم بصدده من يوم أمس، دعم للمواكب ومساعداتكم وتواصلكم مع المواكب. طبعا مثل ما اشرنا انه المواكب والحسينيات الموجوده على الطريق، على طريق الزائرين من مدينه العماره، يصل عددهم الى اكثر من 900 موكب وحسينيه، وهذا يصير تنسيق مع الجهات الاجهزه الامنيه لغرض تنفيذ الخطه الامنيه الموضوعه، ومع الجهات الخدميه الدوائر الخدميه لغرض تنفيذ الخطه الخدميه الموضوعه، مع دائره صحه ميسان لتنفيذ الخطه الصحيه اللي هي من ضمن الخطه الخدميه، لكن هناك خطة للصحية اللي هي تجهيز سيارات الإسعاف تكون على الطريق، بعض المراكز الصحية المتحركة والمتنقلة والعلاجات والأدوية وغيرها، وهذا يكون أنه تنفيذ مع الجهات وتنفذ في كل سنة إن شاء الله بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبركات الإمام الحسين عليه السلام، تنفذ بشكل ناجح. الحوضيات اللي توصل الماء الصالح للشرب، وكذلك انه التنسيق مع الجهات لتزويد الحسينيات والمواكب بالوقود والغاز، غاز الطبخ، هذا كله يكون بانسيابيه. وما بعد انه وصول الزائرين بمرور الايام انه تنقلهم الى المحافظات الاخرى، يكون انه اللجنه بمتابعتها وتنسيقها مع الجهات المعنيه تكون انه متنقله ايضا تتابعهم من يتابع انه الزوار لحين وصولهم الى النجف، محافظه النجف الاشرف، وبعد ذلك تعد خطه اخرى اللي هي الخطه الاربعينيه، ما قبل الاربعينيه بيومين تقريبا، هذه تنفذ من النجف الاشرف الى كربلاء المقدسه. جميل جدا. لمتابعه الزائرين اليوم انه توزيع المواد الغذائيه. جيد. واحنا وصلنا البارحه الى كربلاء المقدسة ويانا انه عجلات لتحمل هذه المواد الغذائية وتحمل المواد الصحية ومواد الوقاية. يعني احنا بصراحة عندنا قلت لك برنامج التوعوي والبرنامج للوقائي نسميه، اللي هو يحمل توزيع المواد الوقائية والصحية من الكمامات ومن المواد المعقمة ومن الكفوف، هذه على الزائرين بشكل عام. والمواد الغذائية اليوم باشرت اللجنة بتوزيعها، وإن شاء الله بعد الظهر أم نوزع المتبقي. وكذلك أنه هناك تنسيق مع محافظة كربلاء المقدسة بتزويدها بعدد من الآليات، زودناهم بعدد من الحوضيات. نعم. يعملون طيلة فترة الزيارة بكربلاء، يعني بالتنسيق مع مديرية ماء كربلاء، المحافظة كربلاء. طبعا هذا صرح به السيد محافظ كربلاء انه اغلب المحافظات كان دعم لحكومة كربلاء، من شو وقت باشروا الدوائر الخدمية من ميسان في كربلاء؟ طبعا من تقريبا من ما بعد تاريخ 10 صفر، يعني قبل الزيارة الأربعينية بعشرة أيام يكون هذا التنسيق. طبعا هي هناك مخاطبات، لكن محافظة ميسان بدون أي مخاطبات وبدون أي توجيه تعمل بهذا الشكل. جميل. هو انه التنسيق مع محافظة كربلاء لتزويدهم بهذه الخدمة اللي هي حوضيات الماء بتنسيق مع مديرية ماء كربلاء، وكذلك أنه الآليات اللي ترتبط بأعمال البلدية كالكابسات لرفع النفايات، وحتى أنهم عمال التنظيفات، موظفي التنظيفات أنهم أيضا كوادر، نعم، أنه حاضرين موجودين، عدد منعتهم في بالتنسيق مع بلدية كربلاء موجودين، وبإشراف لجنة شعائر الدينية وبإشرافنا شخصيا. حاليا نحن اليوم في محافظة كربلاء لتقديم الخدمة للزائرين والمواكب الحسينية والزيارة، وهذا يعد شرف كبير جدا في هذا المجال إن شاء الله. بخصوص هذا العمل تفضلت بحضرتك أنه مواكبتكم لزوار ميسان ليس فقط الحدود الجغرافية للمحافظة. نعم. وإنما تتابعهم إلى أن يصل إلى كربلاء، هذه هي مهام لجنة الشعائر اللي خاصة وترتبط بالمحافظ داخل المحافظة. طبعا أنه هي مهام معدة مسبقا ليها، بأنه هو مثل ما أشرت أكو مهام عامة للجنة اللي هي اسمها لجنة الشعائر الدينية. نعم. يعني المناسبات حتى خارج هذه المناسبات، يعني هناك تصير مناسبات دينية. نعم. وأكد لك أنه حتى هناك مناسبات دينية لا ترتبط ب يعني المسلمين، أنه احنا عندنا تعرف في محافظة ميسان عندنا الأخوة المسيح وعندنا الأخوة الصابئة. نعم. وإضافة إلى المسلمين، إذا كانت هناك نشاطات دينية بتكون هذه اللجنة أيضا من مهامها حاضرة، من مهامها بإمكان أنه إذا يحتاجون دعم، وهذا هو هذا بصراحة سياستنا ومبادئنا، هو تقديم الخدمة لكل أبناء محافظة ميسان من خلال هذه القنوات اللي هي خاصة، هذا بشكل عام. وإذا كانت هناك مناسبات
أو فعاليات خارج شهر محرم الحرام وشهر صفر هم تكون اللجنة موجودة، لكن بدخول شهر محرم الحرام تكون الخدمة مقدمة داخل محافظة ميسان، سواء كان أنه مركز المحافظة أو الأقضية والنواحي، لإيصال الخدمة للمواكب الحسينية بشهر محرم الحرام. طبعا هذا كل شيء يدعم المواكب باعتبار تقدموا لهم المواد الغذائية، وهذا دعم مادي بشكل مباشر. طبعا اكو دعم مادي اللي هو من خلال هذا الشيء يعني، وبالتنسيق مع هيئة المواكب الحسينية اللي هي موجودة في محافظة ميسان، ومثل ما اشرنا انه بدخول شهر يعني صفر ارتباطها اللي بالعتبات هذه هي ارتباطها يعني، لكن تعرف انه الهيئات موجودة بالمحافظات ارتباطها يكون بال... نعم لها افرع بالمحافظات، يكون التنسيق معاهم على عدد المواكب، على تواجدها، على تنسيق وصول الخدمة، هذا هم موجود، ويصير لقاءات قبل الفعاليات يعني، مثلا قبل شهر محرم يصير اجتماع ولقاء مع المعنيين حتى نضع الخطة على ضوء هذا الموضوع، وبدخول شهر صفر يصير أنه بداية العمل بالتنسيق مع كل الجهات والأطراف لتنفيذ هذه الخطط اللي أشرنا عليها، الخطة الخدمية والخطة الأمنية والخطة الصحية ضمن الخطة الخدمية والخطة التوعوية الإعلامية اللي هي أنه تتضمن أنه الإعلام اللي يرتبط بالأخلاق الحسينية، بكيفية أنه التعامل مع الآخرين، كيفية أنه إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام. يعني هو رسالة الإمام الحسين عليه السلام مو فقط أنه تأدية الزيارة وتأدية الخدمة، الإمام الحسين يمثل الإنسانية، يمثل الدين الإسلامي اللي هو محور الإنسانية، يمثل عمل الخير، يمثل كل مبادئ الخير لكل العالم، وعليه أنه يجب إيصال هذه الرسالة بهذه المفاهيم اللي ضحى من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. هذا الجانب التوعوي جزء من عنده يشمل هذا المضامين يعني، من خلال فولدرات، من خلال بوسترات، من خلال طباعتها وتوزيعها وإيصالها إلى المعنيين في هذا المجال، لا كل المجتمع يعني. نعم سيادة المحافظ، لا زال الحديث تتم، اسمح لنا بفاصل. أيها الكرام، سادة الأحبة، نذهب إلى فاصل قصير ونعود رافقا. حياكم الله مجددا سادتي الكرام والأحبة، أهلا ومرحبا بكم مجددا. أرحب مجددا بسيد محافظ ميسان أستاذ علي دواي، حياك الله أستاذ، أهلا ومرحبا بحضرتك. أستاذ علي، هنالك من يشخص أن يعني في مشاريعكم وأيضا في إداء الحكومات المحلية أكو الكثير من البطء بمشاريع هذه المحافظات، فضلت حضرتك بمبادرة بتشكيل هذه اللجنة لمتابعة الشعائر الحسينية، وأي شيء مهم تشخصه بالمحافظة بحاجة إلى تخصيص وبحاجة إلى سيولة مالية تحتمد على الموازنة بالأصل للمحافظة،
وبنفس الوقت أكو أصلاً تقصير بموازنات الحكومات المحلية. كمحافظين إلى أي مدى أثرتوا بأخذ حقوق محافظاتكم وبالنتيجة يأثر على البنى التحتية بالمحافظات؟ طبعاً صار مصطفى تعرف بأنه محافظة ميسان لها استحقاقات، هذه الاستحقاقات حالها حال المحافظات الأخرى باعتبار أنه تعرف التخصيصات من تخصص للمحافظات بحسب النسبة السكانية. نعم. لكل محافظة أنه تخصيصاتها اللي هي ترصد من الخزينة العامة، وتخصيصات محافظة ميسان تعتبر أنه أقل التخصيصات على مستوى العراق تجي بعدها فقط محافظة المثنى. صحيح. نسبة ميسان حسب النسبة السكانية، النسبة السكانية هي نسبة محافظة ميسان 3.6 بالعشرة أو 3.5 بالعشرة يعني. هذه جزء من عتها أنه من خلال الخزينة العامة، وجزء من التخصيصات تعتبر استحقاقات أبناء المحافظة، استحقاقات المحافظة اللي هي تتعلق بالبترودولار وتتعلق بجزء من واردات المنافذ الحدودية والواردات المحلية. طبعا خلال السنوات اللي مرت هذه من عام 2014 إلى الآن، ومثل ما تعرفون أنه من صارت الأزمة المالية، لم تصرف إلى المحافظات أي مبالغ إلا بحدود أنه موضوع الرواتب وبعض المبالغ البسيطة اللي هي لا تسد نسبة أي نشاط يعني بالمحافظة، ولذلك أنه تعرضت المحافظات إلى صعوبات وتحديات كبيرة جدا في موضوع تقديم المهام الأساسية للمواطنين، وحتى أنه الحفاظ على ديمومة كفاءة الخدمات الموجودة أصلا. يعني مثلا أنه أي محافظة موجودة أكو الخدمات الصحية، الخدمات الصرف الصحي، خدمات الماء، خدمات الكهرباء، خدمات كذا. نعم. هذه بمرور الوقت تحتاج إلى إدامة وتحتاج إلى صيانة وتحتاج كذا. لما أنه لم يوفر يعني الحكومة الاتحادية لم توفر أنه تخصيصات لغرض في التشغيلية لغرض إدامة هذه، هاي بمرور الوقت تصير اندثارات، تصير ضرر، تصير كذا، وهذه تتعرض إلى كثير من الأمور. حتى هذه خلال السنوات اللي مرت العام بداية 2019 تقريبا لم توفر أي تخصيصات من هذا القبيل، وعلى أنه واجهنا تحديات وصعوبات كبيرة جدا في تقديم الخدمة للمواطنين، إضافة إلى ما يتعلق بالمشاريع الخدمية اللي هي ضمن الخطط الموجودة. يعني أنت مثلا أنه مشروع واصل لنسب إنجاز متقدم، لكن صدر قرار مجلس الوزراء 347 اللي هي أوقف تنفيذ المشاريع لعدم وجود تخصيصات مالية لاستمرار. هذه اولا اوقفت الخدمه اللي هي موضوع ضمن الاستراتيجيه، يعني انا عندي استراتيجيه في هاي السنه المفروض الخدمه اوصلها للمواطن بهذه النسبه، هذه وقفت، اضافه الى الاندثارات اللي ممكن انه تصير على هذه. بعد عام 2018 بعد المطالبات، طبعا المطالبات مستمره مع علمنا بان وجود ازمه ماليه، تراجع في اسعار النفط، الحرب مع داعش، طبعا هذا حديثا صار، هذا مشاكل الماليه صارت حديثا. احنا نشوف بصوره عامه محافظات الوسط والجنوب بها مشاكل في قضيه يعني تحتاج الكثير من المشاريع. انا بالنسبه اتحدث كمحافظه ميسان بها مرحلتين، مرحله لغايه 2014 ومرحله ما بعد 2014. مرحله لغاية 2014 كانت محافظة ميسان متميزة على كافة المحافظات في تقديم وهذا الخدمات، وهذا راح نوقف عنده بعد قليل. نعم. وهذا هذا الإنجازات واضحة ببياناتها ومعلوماتها. صحيح. وواضحة للجميع، يعني حتى أنه صدر تقرير من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقييم الخدمات. صحيح. كانت محافظة ميسان هي الأولى بدرجة أكثر من 91 و 92. صحيح. اللي كانت في درجة الامتياز يعني على المحافظات الأخرى، ووصلنا إلى نسب إنجاز متقدمة، يعني بالصرف الصحي وصلنا إلى 98%، شملنا كل محافظة ميسان. بخدمة الماء وصلنا إلى 90%، بخدمة الكهرباء، طبعا الكهرباء أكو فرق بين تجهيز الطاقة الكهربائية اللي هي تعرف حصص، صح، وما بين أنه البنى التحتية للطاقة الكهربائية. صحيح. البنى التحتية اللي هي ترتبط المحافظات شبكات التوزيع وما يرتبط بها من مغذيات وما يرتبط بها من محطات تحويلية، ويمكن إحنا موضوعنا البنى التحتية، وموضوعنا البنى التحتية ما يخص المحافظة باعتبار. نعم. الحصة من المركز. أما موضوع النقل. نعم. نقل الطاقة الكهربائية، شبكات النقل والتوليد، هذا من مهام الحكومة الاتحادية وزارة الكهرباء، ليش؟ أنه مبالغها العالية تتجاوز صلاحيات المحافظين في تنفيذ مثل هذه المشاريع. نعم. فعلى البنى التحتية اللي هي ترتبط بصلاحية المحافظات ككهرباء تقريبا جاوزنا 80%. جيد. وكذلك انه البنى التحتيه في القطاعات الاخرى اللي واضعين لها اولويه، كالبنى التحتيه اللي ترتبط بالقطاع التربوي، محافظه ميسان انجزت على ما يتعلق بالابنيه المدرسيه وبحسب الساعات
مدارس 6 صف و9 صف و12 صف و18 صف و24 صف، انجزنا اكثر من 400 مدرسه منذ عام 2011 طبعا الى 14 يعني لا زال تكون بها تحت التنفيذ يعني. نعم. اما اذا ارجع لمحطة ميسان من بدايه اعمالها وخططها، باعتبار انه محطة ميسان اشتغلت بشكل مهني، يعني مو معناه انه الحكومه المحليه الجديده تبدا من الصفر، لا، انه بتعاقب الحكومات المحليه. نعم. انه اكملت محافظه ميسان مسيرتها العمرانيه وما جميل. يتعلق بالخدمات. فاذا ارجع انه من الحكومات المحليه بدايتها كمدارس تقريبا نفذنا اكثر من 550 مدرسه. جميل. اما انه تحدث ما بعد 2011 اكثر من 400 مدرسه، اما اذا ترجع الى وزاره التربيه يجوز ما منبذين اكثر من 35 مدرسه. فعلا صحيح. كذلك الصحه، انه انشانا مستشفيات، انشانا مراكز تخصصيه، انشانا مراكز صحيه نموذجيه، سيارات اسعاف، اشترينا اجهزه على مستوى الرنين، المفراس، كل هذه الاجهزه، اكثر من 250 جهاز بشكل عام لدائره صحه ميسان، مركز تخصصي لمعالجه الاورام السرطانيه، مركز القلب، مستشفى كحلاء 100 سرير، ساهمنا في انجاز مستشفى الطفل والولاده 300 سرير. كل هذه الامور انه ضمن الانجاز، لكن ما بعد 2014 2015 2016 بعد توقف الميزانيات وصدور قرار مجلس الوزراء 347 لعام 2015 وقف المشاريع. ما بعد 2018 بعد المطالبات وبعد طبعا احنا نعرف اكو ازمه ماليه مثل ما اشرت، نعرف تراجع اسعار النفط، نعرف انه الحرب مع داعش، لكن انه من مسؤوليتنا انه نطالب بحقوق واستحقاقات ابناء المحافظه. بعد 2018 صرفت جزء من تخصيصات المحافظه، تباشرت المحافظه بانجاز مشاريعها. نعم. اللي هي ضمن خطه 2013، لانه ضمن هاي السنوات ماكو خطط، توقفت كل الخطط. نعم. لكن انجاز خطه 2013 هسه وصلنا تقريبا الى 90 او 95% بانجاز خطه 2013، وعدينا خطه 2019 كباقي المحافظات، وحاليا هي مصادقه من قبل المحافظه، مصادقه من قبل مجلس المحافظه انذاك، مصادقه من قبل وزاره التخطيط، وحولت الى وزاره الماليه لغرض التمويل. ننتظر انه وزاره الماليه تمولنا بتخصيصاتنا حتى نقدر نحيل المشاريع وننفذها لتقديم الخدمه للمواطنين، لانه بلا تمويل لا يمكن التعاقد. ما ممكن. انا اتعاقد مع شركات باكر اذا كملت ذرعاتها وطلبت سلف، اذا ما عندي تمويل كيف انه اصرف لها؟ لازم تمويل وسيوله نقديه، وعلي انه على وزاره الماليه. نعم. وهذا من مهامها ومسؤولياتها. نعم. توفير الغطاء المالي والتمويل لخطط المحافظات حتى تقدر المحافظات انجاز مهامها باحاله هذه المشاريع وتنفيذها وانجازها لتقديم الخدمه للمواطنين، لكن محافظه ميسان سائره بانجاز مشاريعها اللي موجوده، مشكلتنا هي المشاريع الوزاريه المتلكئه. هناك مشاريع على الوزارات. نعم. باعتبار بعهده الوزارات، باعتبار انه جهه التعاقد الوزارات، لا يمكن قانونا للمحافظات ان تتدخل بها، لكن على الرغم من تاخيرها اكو مشاريع اكثر من 10 سنوات، اكو مشاريع اكثر من 11 سنه متلكئه، وهذه بزياره دوله رئيس الوزراء. نعم. للمحافظه وضعناها امامه. شنو كان الاجراء؟ وننتظر انه اجراءاتهم، انه كمحافظه ميسان انعقد اجتماع وشرحنا كل التفاصيل بالمشاريع الوزاريه المتلكئه وباستحقاقات ومطالب ابناء محافظه ميسان كلها، وسلمناها بكتب رسميه ومخاطبات، وان كانت هناك كتب رسميه سابقا. نعم. لمكتب رئيس الوزراء للوزارات المعنيه، لكن مع هذا انه جددنا المخاطبات وسلمتها بيد رئيس الوزراء، وعلى الحكومه الاتحاديه انه القيام بمهامها لانجاز هذه المشاريع، لانه شكلت فقره مهمه وتحدي كبير جدا ومعاناه كبيره جدا لابناء المحافظه. مشروع ماء الاعمار الموحد الى الان انه لم ينفذ، مع العلم انه المباشره مالته من عام 2007. مشروع تقاطع الكرامه اللي تمت المباشره به ب 2013 2014 والى الان متلكئ، ويشكل نقطه ومعاناه كبيره جدا لابناء المحافظه. نعم. مشاريع المدارس، مدارس منذ عام 2008 و2009 و2010 مدارس مدرسه صح لا زالت متلكه، اللي هي على وزاره التربيه. ومشاريع اخرى ما نقول على وزاره الشباب والرياضه، على وزاره الصحه، على وزاره المستشفى التركي، كل هذه متلكئه وطالبنا بها واوصلناها الى مكتب رئيس الوزراء وواجهنا بلقاء رئيس الوزراء وسلمناها تسليم. فعلى الحكومه الاتحاديه القيام بمهامها بعده جوانب، الجانب الاول انجاز مشاريعها المتلكئه. نعم. اللي هي تسبب هي بها حاجه للمواطنين، وكذلك انه بها معاناه للمواطنين بقاها، وكذلك انه صرف استحقاقات المحافظة مثل ما أشرت، أكو استحقاقات أساسية وأكو استحقاقات أصلية. نعم. اللي هي بترودولار ومنافذ،
يجب صرفها للمحافظة حتى تغطي مشاريعها وتنفذ مشاريعها، وهذا ينتظر أنه الدعم المالي أو الغطاء المالي أو التمويل المالي من وزارة المالية لغرض أنه التعاقد على هذه المشاريع اللي هي خطة 2019 وتقديم الخدمات للمواطنين. هذا كله طالبنا به ولا زلنا مطالب المفروض على نعم الاستجابة. بخصوص عمل المحافظين والحكومات المحلية، ماكو احتمال كبير بمسألة الاستثمار داخل المحافظات حتى تعزز المحافظات؟ تحدث عن محافظات مهمة سواء الجنوبية وحتى مثلا طبعاً كربلاء. طبعا هو نعم سيد مصطفى، الاستثمار مهم جدا، الاستثمار مهم جدا بجانبين. الجانب الأول بالأصل هو أنت يجب أن أكو خدمات لا تستطيع أنه تقدمها ضمن موازناتك، وعليه أنه يجب الاتجاه باتجاه الاستثمار. وأعتقد أنه أكثر بلدان العالم أنه نهضاتها العمرانية والخدمية راحت بهذا الاتجاه عن طريق الاستثمار. يعني شنو اشتغلتوا بهذا؟ والجانب الآخر أنه هو يعني بالاستثمار بيمكن أنه تحقق فرص عمل لأبناء المحافظة. يعني مثلا هسه حاليا يقول لك ماكو تخصيص مالي ولاكو درجات وظيفيه باعتبار اكو ازمه واكو عجز بالموازنه واكو فماكو درجات وظيفيه، حتى وان كانت اكو درجات وظيفيه شاغره لكن يحتاج الى تخصيص مالي باعتبار اذا عينت يحتاج راتب. صح، وانه اكو ناس هسه شغلوهم عن طريق عقود او كذا الى الان ما مصرفت لهم رواتبهم لانه يقول لك ماكو تخصيص مالي. صحيح، فيجب ان متعين يجب تخصيص مالي وغطاء مالي. اما عن طريق الاستثمار هي توفر فرص عمل لابناء المحافظه، مو درجات وظيفيه وانما فرص عمل. نعم، حتى تشغل. وهذا اللي نقوله استاذ علي. نعم، بس وانت تعرف انه الكوادر يعني الكليات والمعاهد وحتى الحرف نعم موجوده، يعني مهندسين مهندسات اختصاصات اخرى موجوده يعني أدوات انت سنويا موجودة. سنويا انه الضخ شباب هذول يريدون يشوفون مستقبلهم، يريدون انه يريد انه يعمل من أجل مستقبله، من أجل نفسه، من أجل عائلته. صحيح، في المفروض. أما أنه الدولة تفعل درجات الوظيفية وتخصص لها تخصيص مالي حتى تقدر تعين الناس، أو أنه تدعم الاستثمار حتى توفر لازم فرص الحكومة عمل. المركزية تدعم الاستثمار لو بإمكان. أنا جايك. الاستثمار هو أكيد أنه يعمل بموجب قانون الاستثمار 13 لعام 2006. صحيح، وتعديلاته وأنظمته اللي عامله لازم تعمل بهذا الاتجاه. في محافظة ميسان مشاريع استثمارية كثيرة في كافة القطاعات، في قطاع التربوي، في قطاع الصحي، في قطاع السياحة، في قطاع الزراعة، في قطاع الصناعة. يعني مثلا احنا في قطاع الصناعة عندنا مدينة صناعية عرضناها للاستثمار على مساحة 4000 دونم، وحاليا نعمل على إضافة 3000 دونم حتى نسويها 7000 دونم مدينة صناعية. وتعرف انه العالم كثير من تقدمه من خلال الصناعة، الصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى. هذه المدينة الصناعية عندنا معروضة للاستثمار، مطروحه للاستثمار على اي مستثمر. انا من خلال قناتكم المؤقته من يا تاريخ اي مستثمر هي. ممكن انه يجي لمحافظه ميسان حتى نقدر انه نتفاهم وياه على كيفيه يعني التقديم ضمن انه فرص الاستثمار لغرض. حاليا بها فرصتين استثماريه، فرصه لمعمل للاسمنت اللي هو انجز ودخل الخدمه، وحاليا انه يغطي السوق المحليه لمحافظه ميسان بكميه 2000 طن يوميا، وحتى انه يتعدى يجهز الماده مالته الى المحافظات الاخرى. جميل. ومصنع اخر للحديد والصلب حاليا لشركه هنديه. نعم، وصل الانجاز مالته الى 20%، ان شاء الله خلال السنوات القادمه ينجز. وتتعرف موضوع الحديد والصلب قد حاجه السوق المحليه له، وشغلنا اكثر تقريبا من عدد بالمئات انه في معمل الاسمنت. وبعد انجاز هذا المصنع هناك فرص عمل، وكذلك انه مشاريع اخرى. عندنا مشروع لؤلؤه ميسان اللي هو مشروع خدمي ومشروع سياحي وترفيهي بمكاتب وببرج 27 طابق وبفندق وببرج آخر 16 طابق وبمناطق ترفيهية وسياحية. وعندنا مستشفى الجامعة اللبنانية عن طريق الاستثمار ودخل للخدمة، تقريبا صار أكثر من 3 سنوات. جميل. وحاليا أنه يؤدي الخدمات الصحية للمواطنين على مستويات عالية، أطباء أجانب موجودين وكافة الأجهزة ومستويات عالية، ونفذ يعني عمل مئات العمليات الجراحية سواء كان عن طريق النواظير أو عن طريق الناظر أو عن طريق الجراحة المباشرة، وكلها ناجحة يعني. وحاليا هو دخل عمله وقدم خدمات صحية كبيرة لأبناء المحافظة. وكذلك أنه فندق كورمك موجود، هذا 5 نجوم ب 12 طابق يؤدي الخدمات السياحية. وكذلك أنه هناك مشاريع أخرى، مشاريع على مستوى مولات، مشاريع زراعيه، عندنا مشروع الانتاج الحيواني شو اسمه عن طريق الابقار والحليب والكذا، عندنا مشروع. وعندنا فرص، عشرات الفرص الاستثماريه، لكن انه هناك تلك
بالشركات الاستثمارية، يعني الظروف العامة، يعني تعرف أنه شركة الاستثمارية أو المستثمر من يجي يعني بما يعبر عن أنه رأس المال هو جبان، يعني يحافظ على رأس ماله، يقول لك أنا لازم أنه أضعه ببيئة آمنة. وتتعرف يوم محاط ميسان طبعا إن شاء الله الجانب الأمن بيها يعني جيد يعني، لكن أنه الظروف العامة للبلد. وكذلك أنه أحيان الرسالة الضبابية المغامضة المشوهة اللي توصل خارج العراق عن العراق تأثر العراق هيك والعراق هيك، مع العلم أنه يجب على المستثمر يجي الواقع يشوفه. صحيح. فدعوتنا للمستثمرين الحضور لمحافظة ميسان للاستثمار وفرص الاستثمارية موجودة بهيئة استثمار ميسان. أستاذ علي، وأخذنا هذه التجربة على واقع ما تعيشه محافظة كربلاء لاستيعاب الأعداد المليونية في محافظة كربلاء، ما هي الفكرة اللي تبلور المشاريع في المحافظات المهمة لا سيما كربلاء لاستيعاب هذا العدد من الزائرين، وبالنتيجة تكون الخدمات بمستوى الأعداد المليونية في محافظاتنا؟ وتعرف أستاذ مصطفى، يبدأ هذا الشيء هو بالتنظيم. يعني احنا التنظيم اللي لاحظناه في السنوات الأخيرة وجهود مشكورة طبعا من قبل الجميع في هذا المجال، يعني الأجهزة الأمنية، الجهات الإدارية في محافظة كربلاء، الأخوة في محافظة كربلاء، دوائر الخدمية، العتبات المقدسة، كل الجهات المعنية في السنوات الأخيرة كان التنظيم بشكل يعني يفخر به الإنسان، باعتبار أنه العدد الكبير اللي يحضر لمحافظة كربلاء المقدسة في زيارة الأربعينية، أنا أعتقد ممكن أنه إذا يجوز أي دولة أخرى أي جهة أخرى يجوز يصير بها إرباك باستيعابه، مع العداء، مع يعني انه الامكانيات المحدوده اللي موجوده. لكن التنظيم هو اساسي، اعتبرت اذا نظمت ممكن تسيطر على جزء كبير من الموضوع. وكذلك انه يحتاج توسع، انت تعرف محافظة كربلاء يحتاج لها توسع. انت مدى ما بقدر ما انه توسعت، بقدر ما انه تقدم خدمات اكبر مثل ما اشرت، يعني ممكن انه تنشئ فنادق، تنشئ محطات استراحه، تنشئ محطات او مناطق او اماكن تتوسع حتى بالخدمات. يعني مثلا خدمه الماء ممكن انه توسعها، خدمه الخدمات الصحيه ممكن توسعها، هذا التوسع ممكن انه يستوعب اكثر. يعني كذلك انه بالجانب الاخر هو التعاون من قبل الزائرين، هو انت النجاح هو من يبدا من او يحقق بالتعاون الجميع. يعني صحيح. يعني الزائر عليه مسؤوليه، المواطن عليه مسؤولية، مثل ما أنه الدولة والحكومة عليها مسؤولية، كذلك المجتمع عليه مسؤولية، عليه مسؤولية أنه الالتزام بالضوابط، الالتزام بالتعليم، الالتزام بالقوانين، الالتزام بالإجراءات. يعني مثلا أنه جائحة كورونا، يعني إحنا هذه الزيارة وهذه النشاطات في هذه السنة بها تحديات كبيرة، وأهم تحدي هو الحفاظ على سلامة وصحة الناس، المواطنين والناس يعني الجميع. فعليه أنه الجميع يجب أنه الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية والضوابط والتوجيهات التي تصدر من خلايا الأزمة بالمحافظات، والتي تصدر من اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية، لبس الكمامات، النظافة، الكذا، الكفوف، التعقيم. أنا لاحظت أنه من دخلت الالتزام مو بالمستوى العالي، يعني تشوف أنه أغلب الناس بدون كمامات، وهذا شيء مو صحيح. على المواطنين، على الزائرين الالتزام بالنظام العام، الالتزام بالإجراءات الوقائية، الالتزام بالقوانين، بالهذه، حتى الجميع يصل إلى الهدف اللي هو نجاح الزيارة وزيارة أهل البيت عليهم السلام، الإمام الحسين وأهل البيت وأصحابه. عندنا هذا الطوق الأخير قريب من الإمام الحسين، محصن بالإمام الحسين، لذلك نتعامل ما بعد هذا الطوق. هذه كلها بركات أهل البيت سلام الله عليهم، توفيق الله. سيادة المحافظ، يعني دعم الحكومات لا سيما القريبة وبصورة عامة بالمحافظات لحكومة كربلاء واضح من خلال تفضلت به حضرتك من آليات وكوادر بصورة عامة بالزيارات، ولكن إذا ما نتحدث عن المشاريع المهمة بالمحافظة على مستوى الطرق، على مستوى كل اللي تفضلت به جنابك، بحاجة إلى خطط استراتيجية وتمويل كبير. تأثير المحافظين، يعني أكثر من اجتماع صار مع الحكومة المركزية، شخص رئيس الحكومة مع المحافظين، يعني ممكن يكون بهذا الاتجاه أنه المحافظات المهمة يكون ضغط من المحافظين على الحكومة المركزية بتخصيص أموال لإعادة النظر بالمحافظات المهمة لا سيما كربلاء والنجف. طبعا الضغوط من قبل أو المطالبات من قبل الحكومات المحلية والمحافظين بشكل كبير جدا ومن عدة مستويات أو قنوات، يعني مثلا من خلال المخاطبات، من خلال الاتصالات الشخصية،
محافظة ميسان كيف أنه تتعامل مع الوزارات والحكومة الاتحادية، محافظة كربلاء كذا، محافظة صلاح الدين كذا، محافظة بغداد كذا، وكذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات المباشرة. احنا عندنا اجتماعات مع مجلس الوزراء، عندنا اجتماعات من خلال الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعندنا أنه اجتماعات مثلا محدودة. طبعا المطالبات موجودة والشرح المستفيض موجود من قبل المحافظين بموجب كل التفاصيل، على مستوى التحديات، على مستوى الحاجة، على مستوى التمويل المالي، على مستوى المشاريع المتلكة، على مستوى الخطط الموجودة، على مستوى حاجة الناس، على مستوى مطالب المواطنين، كلها أنه المطالبات موجودة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. لكن تعرف أستاذ مصطفى أكو فرق ما بين أنه الكلام اللي موجود واللي يطرح، الكلام متوجه من قبل الحكومة الاتحادية بهذا الاتجاه، صح، باتجاه دعم المحافظات، باتجاه إنجاز المهام، باتجاه إنجاز المشاريع، باتجاه تخصيص المبالغ، باتجاه كذا. لكن لو تجي على الواقع ماكو هذا الشيء. يعني مثل ما أشرت لك أنه محافظة ميسان أنه من عام 2013 2014 2015 ممكن أنه تم تخصيص يجوز المبالغ ما تصل إلى ما تتجاوز، إذا أريد حتى أكون يعني ضمن نقطة الأمان، ما تتجاوز 20% من تخصيصات المحافظة. زين، خطة 2019 اللي تم المصادقة عليها وحاليا تنتظر التمويل المالي من قبل وزارة المالية، ماكو تمويل مالي. بعض المشاريع حاليا أنه وجهونا برفع ذرعات منجزة، ترفع الذرعات المنجزة لوزارة التخطيط، وزارة التخطيط تدققها والتدقيق وكذا، ياخذ شهر شهرين كذا ما بين المحافظة ووزارة التخطيط، وبعدين تحول إلى وزارة المالية، وزارة المالية تشوفه كذا وأنه تغطيها أو ما تغطيها، وبعدها لازم أنه صلاحيات للمحافظين ويمطوهم صلاحيات لو أنه يجي الموافقة منك على الصرف. شنو أنت أنه إذا تريد تأدي خدمة للمواطنين وحكومات محلية وعندك الثقة بالحكومات المحلية، وإذا ما عندك ثقة بالحكومات المحلية على وجه باقي حكومات محلية ومحافظين، المفروض أن تخصص تخصيصات مالية استحقاقات محافظات، وكذلك إعطاء الصلاحيات للمحافظين بالصرف على المشاريع، على النشاطات، على الفعاليات حتى تقديم الخدمة للمواطنين وعلى صيانة وإدامة هذه الخدمات. يعني شنو أنه بالصيف وبذروة الحاجة الفعلية للكهرباء أنه المحافظ ما عنده صلاحية ممكن أنه يصرف من المواد اللي موجودة بمديرية التوزيع أو مديرية الشبكات حتى يعزز الشبكة الموجودة بالمحافظة، ما عنده صلاحية، لازم يحصل صلاحية لو من المديرية العامة بالجنوب لو من وزارة الكهرباء، أو أنه تريد تصرف ماكو عندك صلاحية للصرف، لازم تحصل صلاحية وزارة التخطيط وزارة المالية لتصرف. مناقلة ما عندك للصلاحية، أنت تريد تناقل من باب إلى باب باعتبار هذا الباب علي ضغط عالي بحيث أنه نفذوا هذا الباب، لا ما علي كذا، تريد تناقل فائض من هذا الباب إلى باب نافذ، ما عندك صلاحية المناقلة من باب إلى باب بالموازنة حتى تؤدي الخدمات للمواطنين. وهذا أنه هاي المطالبات إلى الآن أنه الحكومة الاتحادية ما مقدم المستوى المطلوب حتى تتمكن الحكومات المحلية والمحافظين من أداء مهامهم، علما بأنه تعرف أنه الإدارة بالبلد هي المفروض إدارة لا مركزية، صح، بموجب الدستور بموجب قانون المحافظة المفروض أنه لا مركزية. لأن يقول لك الدولة تتجه باتجاه المركزية، وهذا مخالف للدستور، مخالف للقوانين، ومخالف لحاجة المواطنين. حاجة المواطن ينظر إلى الحكومة المحلية للمحافظة، المفروض تتمكن المحافظة حتى تؤدي دورها، وهذا ينسحب على كل المحافظات، وتحديدا مثل أشهد محافظة كربلاء عليها ضغط كبير جدا، وهذا الرجل أنه دائما يذكره يعني أنت أنه مثلا المحافظات الأخرى عندها مواطنيها، لكن في موسم من المواسم محافظة كربلاء، لذلك نطلب منكم التضامن مع محافظة كربلاء، أصير أنه عدد المواطنين عندها عدد يعني الناس اللي بيها يتجاوز أنه عدد المحافظة بعشر مرات، هذه يراد لهم خدمة، يراد لهم كذا، مثل ما أشرت أنه دخول المحافظة يحتاج أنه الطرقات الخارجية، الطرق الخارجية بدل ما يكون سايدين مفروض أربع سايدات، ما يكون أنه جسر عدة جسور، هاي المداخل تتوسع وتصير أنه بوابة. هذا المحافظة أو الحكومات المحلية إذا ما تمكن الحكومة الاتحادية من الجانب القانوني، الجانب المالي، الجانب التخطيط، الجانب الأخرى، ما يقدر يتمكن من تنفيذ هذا الشيء. وعليه أنه إحنا مطالبتنا أنه دعم المحافظات والموافقة على خططها، الموافقة على دعمها المالي، الموافقة على مطالبها حتى تقدر تؤدي الخدمات للمواطنين. بالفعل، ونحن أيضا نوصيكم بأصحاب المواكب وأنتم أهلا لهذه المسؤولية. طبعا كانت أكو فكرة من الحكومات الأخرى أن تسوي مكان لوجود الزائرين من محافظاتهم على الأبواب الرئيسية على المحافظات، أماكن استراحة الزائرين
تشيد من قبلكم بكربلاء وأبواب. هذا ما شدنا بتخصيص قطعة الأرض لهذا الموضوع، لكن تعرف هو هم توقف على هذه الأمور. لكن كقطعة أرض مخصصة لغرض إنشاء مثل هذا. من لكم التوفيق إن شاء الله. سيادة محافظ أستاذ علي دواي لازم محافظ ميسان، شكرا جزيلا لحضرتك، من لكم التوفيق وإن شاء الله إقامة في مدينة سيد الشهداء طيبة، ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لإتاحة هذه الفرصة، تمنياتنا لكم بالنجاح، تمنياتنا لمدينة الإمام الحسين عليه السلام لكل العاملين التوفيق والأمن والسلام للزائرين وعودتهم إلى محافظاتهم، سواء كان لأبناء العراق أو القادمين من خارج العراق، ونشد على أزل كل الدوائر والمؤسسات، الأجهزة الأمنية، الأجهزة الخدمية، المواطنين الزائرين، من أجل إنجاح زيارة الإمام الحسين والظهور أمام العالم بمستوى رسالة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته وأصحابه. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ علي. أيها الكرام، سادة الأحبة، ختاما لكم مني ومن أسرة العمل أجمل التحايا بلون العزاء للملتقى.